بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعينا الكرام متابعينا من كل مكان، ناخذ فيديو ان شاء الله عن اسعار الغنم والماعز من داخل سوق نصر النوبة الاثنين 23 اكتوبر. جماعة اسيوط ما شاء الله كنز في السوق. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. السلام عليكم ارباب. كم ده يا عمده؟ 4000 ما شاء الله. سبعة خش على شنبة عشر واحد الدكتور ما شاء الله عليك. ازيك يا معلم؟ صباحك رضا. بس ايه اخبار السوق النهارده؟ رضا علينا وعلى مصر ان شاء الله. امين على الامه الاسلاميه عامه وعلى اخواتنا، الله ينصرهم ان شاء الله. وعليك بيه، اللهم عليك بيه. انت مع الله ومع اولاد العام. كم دي؟ كم؟ ايوه ذكر. كم ذكر ده؟ بني ده فلوس 6000. فلوس 6؟ سلام الله بيد 600 ما شاء الله. 6 ما شاء الله. انت ستاتي؟ ما هنكذب عليه. كم دي؟ لا برضه ما تكذبش. ابو شنو؟ 56. 5600 يعني؟ 56 جنيه. 6050 جنيه عشان نوضع. خروف واسع ما شاء الله. ما شاء الله الله اكبر معلم. شنب مع شويه خرفان الله اكبر بصراحه يعني. الله يرزقك يا معلم، الله يرزقك ان شاء الله. 6050 6000 6200 و6000 صح؟ صلى على النبي. يعني كلهم في الستات، كلهم شويه خرفان الله اكبر. السوق مريح شويه صح؟ نعم السوق مريح شويه. الله يبارك ذكر ذا. الله يبارك ان شاء الله، الله يرزقك ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين. اللهم كن في عون في اخواتنا، الله انصرهم على اللي ما يسموش، عشان لو ذكرنا اسمهم في الفيديو بوقع الكلاب بيوقعوه. لو ذكرنا اسمهم الفيديو بوقع ما بيطلعش. بيوقعوه. انت لو نزلت صوره دلوقتي بيحذفوه، بيقول لك منتهكه منتهكه معايير المجتمع. والله نزلت صورة لشهيد قالوا قال تنتهك معايير المجتمع. مش بتاعهم يا حاج يتملكوا فيه زي ما هم عايزينه. الله ينتقم منه ايه اللي ما يسموه. صح يا عمدة؟ قول امين. كم يا عمدة؟ 13. 13 بالصلاة على النبي عليك، الله يرزقك يا رب. جاي لهم يوم قريب ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، الله ينصر اخواتنا فيه في فلسطين ان شاء الله. السلام عليكم يا عرب. كم الجدي الاقرع ده يا اخوان؟ يا حبيبي كم ده؟ 22. فلوس ولا بصاله؟ لا فلوس. بالصلاه على النبي عليك، الله يرزقكم. لباني طبعا. ما شاء الله، الله يرزقكم ان شاء الله. يا رب. تبع عقدين؟ لا يرزق. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين. الاسعار الله اعلم كم البيع الشرف دي عمده؟ عليها 51. فلوسها 51 ها؟ تحية. صلى على النبي. وصلنا ايه؟ سنة ايش سنة؟ زاد زاد بس رايقة ما شاء الله يعني. ما هو وراء العريس ما شاء الله. وراء العريس زي ما نقول معلم. الله يرزقك ان شاء الله معلم. ما شاء الله جد عنزة حلوة. فلوسها 51 5100. السلام عليكم. كم الخرفان دول يا غالي؟ زي ما انت ما ظهرتش. لا لا زي ما انت ما ظهرتش، انا مصور الغنم. بيشتروا فيهم ب 9000 ما شاء الله الله، بس معدلين حلوين. ما شاء الله. الله يرزقك ان شاء الله، خرفون حلوين بيشتروا فيهم ب 9000. الاسعار مريحه ولا الاسعار رافعه؟ كويسه. كويسه الاسعار يعني ها؟ ما شاء الله الله يرزقك يا معلم، بيشتروا فيهم ب 9000، خرفون الله اكبر زي ما انتم شايفين على الصناعه. حلوين الله يبارك. الله يسلمك. كم السلام عليكم يا عرب؟ كم الخروف ده؟ 59. فلوسه ولا بصاله؟ فلوسه. فلوسه 59. والسلام عليكم. كسر حاجة؟ لا بالسلامة. ما شاء الله خروف حلو ما شاء الله، وفلوسه برضه أحلى. الله يبارك لك، الله يرزقكم يا بطل. الله يرزقكم يا معلمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم يا جد. ما شاء الله عليك. كم الخروف الحلو ده؟ فلوسه 65 بس خروف الله أكبر طويل يعني. يا أم أحمد كامل سيدي كامل جد الحلو ده سيدي زرابي كم ضاب ده؟ ده بيشتروا فيه كم ضاب؟ 65,000. لا لا خلينا بالمعقول كم يا عم احمد؟ يسوى 65 يعني؟ يسوى ان شاء الله معك انت يسوى يا عم احمد ربنا يبارك. كم ده؟ بيشتروا فيه ده كم؟ ده بيشتروا فيه ب 1000. ما شاء الله الله يبارك ده بس يروح يرضع فيه عنز يكون وراه حاجه. صلى على النبي. 6500 خروف الله اكبر زي ما انتم شايفين ممسوك خروف ينفع طلوقه وينفع لحم. لا بس لا هو خروف طويل يعني ما شاء الله تبارك الله الله يبارك. كم دي كم؟ دي بتبعك؟ 33. ما شاء الله حلو برضه. الصلاة على النبي. فلوسها 33. اللهم بارك الله يرزقك يا خال ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا مصري السلام عليكم. بيع مع بيع وشراء مصر مع بيع وشراء على الشبك. ايه كيف حالك يا المصري ما شاء الله عليك. كم اللي جنبك دي يا مصري؟ انت 34. كم 34 ما شاء الله تبارك. قول استنى خلينا نصور حاجه حاجه. ودي كم؟ 32. 33 تمام. واللي جنبيها؟ والخروف ده؟ كم ده؟ كم؟ مش ليك مش ليك مش ليك مش ليك. ايوه ده كم ده؟ ده كم ده؟ 43. 43 بالصلاة على النبي. والحمرة دي؟ لا الذكور. الذكور ده لو كم؟ 8300. كم؟ 8000؟ 8800 بالصلاة على النبي. 300 الا 300 يعني 7000 و700 بالصلاة على النبي عليك. المصري اسعاره حلوه ما شاء الله. والصغير الحلو ده ورم ورم ما شاء الله تبارك الله عليك. المصري اسعار المصري يا اخواننا ما فيهاش اي زق انا يعني عارفه وضامنه يعني. ما شاء الله اللهم بارك اسعار المصري ما شاء الله تبارك الله عليك يا المصري الله يبارك. قول الله ينصرهم. عارف مين؟ وانت قف من ايه؟ اللي ما يسموش عشان الفيديو ما يوقعش ولاد الكلب دول هيوقعوا الفيديو. ما شاء الله يا جد ما فيش حاجه النهارده يا مليان. ما شاء الله الله يوسع علينا وعليك. شيخ سليمان السلام عليكم ما شاء الله عليك. 10,100 خروفين؟ الله اكبر بس الخروف ده حلو منصوب ده ما شاء الله تبارك الله. كل واحد يعني كل واحد له رؤيه في حاجه. هم الاثنين حلوين 10 ومية الله اكبر بالصلاه على النبي. ها انت شايف انه احسن فيهم؟ والله انا يعني انا وجهه نظري الاسود انا زيك. لا معدول طويل الخروف وده مش وحي بس ايه في خروف عن خروف في خروف عن خروف يفرق صنعته سبحان الله. الله 10 ومية الله اكبر ببلاش والله. المية هنا المية هنا بس الله اكبر خروفين حلوين. الاسعار كويسه يا شيخ سليمان؟ والله كويسه الاسعار يعني برضه بس اللي عايز يشتري يعني الايام الجايه دفتر البرسيم وكده يعني ده تاج من تجار اخواننا الناس المضمون والله برقب يعني اضمن وثيقه ما يزق جنيه تمام. الايام الجايه البرسيم هترفع اكثر يعني دول يدخلوا في 11 في الاسبوع الجاي يخشوا في 10 ونص بعده يخش يزيد يعني كل ما يدخل البرسيم كل ما يزيد كل ما يزيد يعني مع اول حشه في البرسيم الاسعار تزيد بالصلاه على النبي. 10 و100 بالصلاه على النبي الله اكبر 51 و5000 بس زي ما انتم شايفين الله اكبر مع الشيخ سليمان ما شاء الله بايم لسه على باني تجيب كديه ثاني ان شاء الله الله اكبر. لا الطرف حلو صنعته حلو والثاني صنعته برضه الله اكبر يعني دم واسع ما ضربش في اللين. حياك يا شيخ سليمان. شيخ سليمان بيقول الله يسهل لك الحال بيقول الاسعار هتبدا تزيد اللي عايز ينزل يشتري يشتري اليومين دول ارحم من قبل البرسيم ما يدخل دلوقتي. ايوه دلوقتي ينزل اليومين دول دلوقتي. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد وينصر اخواتنا ان شاء الله وانتقم من اللي ما يسموش عشان الفيديو ما وقعش البطلين. الله يبارك لك والناس هنا مستجابه مع الناس بس الناس لا تملك شيء غير الدعاء عليهم. الله ينصرهم ان شاء الله على اللي ما يسموش عشان ما وقعوش لنا الفيديو الكلاب. وقعوا الفيديو
حسبي الله، لهم يوم يتدخوك والله. الناس والله يا اخواننا مغلوله غله ما يعلم بها الا الله، بس كل شيء بامره. ربنا ربنا كبير، اليوم ساعه. لا ساعه يا غالي، لا ساعة. ساعه، الله ينصرهم ان شاء الله. وربنا ينصرهم عشان هذا ربنا لقاه في كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تكون في اخر الزمان طائفة من امتي ينصرون الحق، قالوا اين يا رسول الله؟ قال على اكناف بيت المقدس. الله يرزقهم، الله ينصرهم. الله ينصرهم عليه من عاداهم. كم ده جت؟ السلام عليكم. صباح الرضا. 4000 يا حجي. دي ب 32. 4000 الرميسه دي؟ ايوه. تدخل اجر ولا؟ والثاني كم؟ ايوه دي ب 32. 32 ودي ايش؟ ليش هذا يا عم؟ واحد ذكر ده. ذكر 41. صلى على النبي. اهلا صار الناس بتزعل على الحاجات الحنينه. فاهم رخيصه يا حجي. ما شاء الله. واحد دي 31 و 33 32 و 4000. صلى على النبي بس لحم يعني ما شاء الله وزقيه. تمشي على الجنب. ايوه ما رايقه يعني. ما شاء الله عليكم. عرب القزايد الله يرزقهم ان شاء الله. ودوله كام الشيخ؟ كام دوله؟ 45. داير على 45. الصلاة على النبي الله اكبر. داير على 45. اللهم بارك يا عم. ما شاء الله على الصنعه. الله يرزقكم ان شاء الله. لا سكت دقيقه هاخذ الفيديو الثاني. ما شاء الله. ناخذ الفيديو الثاني ان شاء الله. لا تنسونا من لايك وشير والاشتراك في القناه. اللي بتتفرج علينا الله يبارك لك، ان كان مشترك في القناه او مشترك تشترك في القناه وادعمونا بمشاركه ولايك عشان الفيديو يرفع القناه تعلى. الله يرزقكم. احنا بنحاول قد ما نقدر نوضح لكم الصوره في السوق. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد.